شهر زادو لي كل سمع الكلام ضيفنا لهذه الصبيحة إذن وسيط الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد أحمد الكبريش. صباحك سعيد سيد. أهلا وسهلا. شكرا على تلبية دعوة القناة الأولى. الله يسلمك ويعافيكم سعيد. إذن تنطلق اليوم أشهر المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمشاركة حوالي 800 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد العام للجزائريين المنتشرة عبر القطر الوطني، حيث من المتوقع أن يتم خلال أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار سلم وعدالة وتضامن تقييم العمل الذي قام به الاتحاد خلال المرحلة السابقة والضبط والمصادقة على برنامج السنوات الخمس القادمة. سيد قطيش، السنوات الخمس القادمة عرفت أو تعرف تحقيق مكاسب للطبقة الشغيرة، ولكن هناك انهيار أسعار البترول ربما سيخلط الأوراق. بداية الأمر بودي قبل أن أتطرق إلى موضوعكم أسعيدكم أن أقدم كل تهاني العمال الجزائريين الإدارة النقابية إلى كل الشعب الجزائري بمناسبة السنة الجديدة والمولد النبوي الكريم، وبخصوص الرجوع عن سؤالكم، فعلا الخمس سنوات الماضية كانت مليئة بالنشاطات والنضال والكفاح في ميدان العمل النقابي من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنية للعمال، وبحيث سجلنا يعني كما لا يخفى لكم وسبقنا وين مرينا في هذه البلاطوات عدد مرات، يعني حق العمال مكاسب ضخمة يعني على كل حال، ولو كانت تسمى آنذاك ما تسمى بالبحبوحة المالية ما يقارب من 60 قانون خاص، 60 قانون مرسوم للملاح، المادة 87 مكرر، 3% من الجباية البترولية لفائدة المتقاعدين، رفع معاشات المتقاعدين، رفع معاشة منحة المرأة المكيفة في البيت، هناك ما يقارب من رفع الحد الأدنى من اللي كان 12 إلى 18 ألف. يعني كل هذه عوامل تلقاها العمال بكل فخر واعتزاز، والآن يعقد المؤتمر الثاني عشر الاتحاد العام للعمالين حتى يضبط برنامجه المستقبلي لمواصلة النضال وكفاحه في إطار الحوار والتشاور الذي يكرسه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبحيث أنه في خلال هذه الفترة المصارمة كذلك تم إمضاء العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو بعدما كان العقد الاقتصادي والاجتماعي فقط، ووضيع على هذا المكتب الدولي للشغل، وربما يكون مرجعيا للعديد من البلدان الأخرى التي لم تتوصل إلى هذا النمط من، وهكذا كل الأطراف الثلاثة المشكلة للعقد هذا تلتزم بما اتفق عليه من خلال هذا العقد، على كل في ميدان اختصاصه وكل في ميدان صلاحيته المخولة له في هذا العقد. أنت قلت برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة، أعيد لك السؤال، هل أخذتم بعين الاعتبار تهاوي أسعار النفط؟ احنا الخمس سنوات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار على أساس أننا نعمل في إطار وكأن البترول لم يلد ولم يكن، أو بعبارة أخرى نحضر إلى ما بعد البترول، لأن الجزائر لها مواد ثروة ثمينة جيدة، لكن لحسن لسوء الحظ ربما لم تستعمل سابقا، ولكن هذه الانهيار أسعار البترول هي بمثابة تحذير لنا، نحن نستخلص العبرة من هذه التجربة، ولكن لنا مواد، لنا منتوجات، لنا ثروات إن شاء الله تكون محل للنضال وكفاح. أعطيك مثال فقط من بين النقاط التي كان الاتحاد العام للعمال ينادي بها مرارا وتكرارا، هو المنتوج الوطني، حماية المنتوج الوطني، الاستهلاك المنتوج الوطني، قلنا نلبس جزائريا، نأكل جزائريا، نمشي جزائري، لماذا لا نستعمل كل المنتوجات الأجنبية اللي تقريبا غزات هذا السوق الجزائري، وهذا كذلك وسيلة من الوسائل أننا نكسب العملة الصعبة اللي تصرف في المواد الغذائية هذه، وخاصة المنتوجات التي لا هيش تفشيل النفقات مثل الحكومة. طبعا منتوجاتنا أفضل وأروع وأجود، ليس حان الوقت ربما للفت النظر والاهتمام أكثر بالمنتوج الوطني كما قلت أنت، وبكذلك واردات خارج المحروقات ربما تصنع الفارق أكثر من البترول، على ذكر مثلا الفلاحة، على ذكر السياحة، على ذكر الفلاحة، السياحة، الصناعة التقليدية، الثروات الباطنية كالمناجم كالفحم كالرخام مثلا فقط، أحسن وأفضل رخام عندنا في الجزائر
وإحنا نستوردهم من الصين الشعبي. لماذا هذا؟ هذا من السوء ربما. ليس هناك من سوء سوء الرؤية. ليس هناك من ربما. أكيد ممكن. يجد فوائد أكثر في الاستيراد. الاحتمال هذا وارد لأن هذا الصماصيرة ومصاصي الديمة وهذول. ما دور الاتحاد العام الجزائري؟ الاتحاد العام الأدبي. تدعيم المنتج الوطني. يعني الاتحاد العام للعمال الجزائري لما أعاد وقر رفقة الحكومة والباترون إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية. سواء خاصة أم عامة. المقصود منه ان هذه يضع حد مثل هذه التصرفات وهذه القرارات وهذا الانماط من المعامله التجاريه يكون بهذا خذا قراره النهائي في هذا الجانب. هل سنشهد السنوات الخمس القادمه ربما دعما اكثر للمؤسسه الوطنيه ان شاء الله ستكون بذلك دعما اكثر للعام الجزائري كي يتخلص من التبعيه للمحروقات ان شاء الله. انتم تبعتم اجتماع مجلس الوزراء المصغر اللي تراسه فخامة رئيس الجمهوريه وين كان أكد على خاصة المادة 87 مكرر معناها للحكومة للدولة للجمهورية لها ضوابط لها رزنامة لها يعني اقتراحات وبرنامج خاص لتصدي لمثل لكن ما يبقاش هذا ربما هذا التحدي وهذا التحدي لمثل هذه الحالات للحكومة أو للدولة واحدة فقط وإنما هو يهم كل الفئات كل الباترونات كل النقابيين كل المسيرين كل المؤسسات متضامنة متآزرة متوحدة لهدف واحد وهو مصلحة البلاد مصلحة المواطن الجزائرية. تكلمت عن المادة 87 مكرر وهي المادة التي ربما تلغي العلاوات من أجل القاعدية المضمون ستدخل حيز تنفيذ ربما بداية من هذا الشهر لسنة 2015 في إطار التنمية المالية الجديد. هناك من يقول أنه تم تنصيب لجان لقطاعية لمتابعة تطبيق هذه المادة هل هذا صحيح أنه وصلت لعمان وما أخذ المعلومات؟ كنت أنا كنت أتذكر وصل من خلال تتبعكم كإذاعة أنه في قبل ما تصدر إلغاء المادة 87 مكرر نصبت أفواج عمل فوج للمادة 87 مكرر فوج للمنتوجات الوطنية فوج للبرنامج المستقبلي وكيفية العمل فوج للعقد الوطني الاجتماعي وهذا على كل حال وعلى وشك الانتهاء حتى تجمع لأن المادة تطبيق المادة هذه على كل حال يتطلب تقنيات عالية ويطلب أموال وعلى هذا الأساس لتحديد الضوابط والأشكال والأنماط والآليات وحتى المبالغ المالية لتغطية هذه المصارف هذه المادة. أستاذ قطيش أنت تعلم أن هذه المادة أقرت في سنة من السنوات يعني كانت في أزمة انهيار اسعار النفط واليوم يعني يبدو ان هذا الشبح قد يعود. هل ممكن يعني الحكومه تتراجع عن هذه المكسب عن 187 مكرر؟ لا اظن في ذلك لان من بين المقررين لهذه الماده 87 مكرر كان بالذات في سنه 1994 لما كانت اسعار البترول تساوي 9 دولارات احدى شروط صندوق النقد الدولي انذاك وهو تقليص ما يقارب مليون عامل وخاصة من الوظيفة العمومية الشيء اللي رفضوا الاتحاد العام للعمال الجزائريين وخلقنا هذه المادة رفقة السلطات العمومية وبالخاص الحكومة على أساس أننا نغطي العجز هذا بدون ما سرح العمال الصندوق النقد الدولي الذي كان يفرض علينا شروطه الآن هو مدان باتجاه الجزائر 5 ملايين دولار سلهل الجزائر وراضنا باللي ان يعني الخبره والتجربه والامكانيات وظروفنا وثروتنا اللي نستعملها احسن استغلال ان تاثر علينا هذه ما تاثرش علينا ولا سيما التحضير لازم يكون الى ما بعد البترول تستبعدون يعني نستبعدوه في الظرف الحالي. هناك كذلك سيكتيش مكسب من المكاسب ربما سيوجه لطلبه الشغيله هي متعلقه بالقربه الاستهلاكيه يعني ستدخل كذلك حيز تطبيق موجه أساسا للمنتوج الوطني ونوع من أنواع الدعم للإنتاج الوطني. يعني هناك من يسأل ما هي نسبة اندماج هذا المنتوج الوطني كيف سيتم تصنيفه على أي أساس يسمى منتوج وطني كي يخضع للقروض وما هي مواصفاته؟ هو سيتم تحديد المؤسسات والمنتوجات التي تستكتسي أولوية بالنسبة للمواطن الجزائري وخاصة للعامل على أساسها أنه يتلقى دعم في القرض الاستهلاكي. أولا تكون حماية للمؤسسة، حماية للمنتوج الوطني، تكون مبيعات أكثر، تكون قيمة مضافة زيادة، وبذلك تكون يعني رصيد في خزينة الدولة بالنسبة لحماية المنتوج الوطني. مثل ما شاهد مثلا الشيء اللي نشوفه الآن وهو تدعيم المنتوجات الأجنبية. كي ندعم المنتوج الأجنبي معناها راح نضمن
العمل أو ربما عدد معين من الموظفين الذين ينتجون هذا المادة. لماذا لا نستعملها في الجزائر؟ أولا أنك تكون امتصاص البطالة، رفع قيمة مضافة، بيع المنتوجات، زيادة في المالية، زيادة في مساهمة المؤسسات في خزينة الدولة. مع انهيار أسعار البترول هناك من يتخوف، يعني خاصة الحكومة تدعو لترشيد النفقات والآن توجه نحو القروض الاستهلاكية. ترشيد النفقات ضروري. نعطيك مثال فقط، لما تكون مثلا لقام اللقاءات وتشوف أنت مثلا هذه المأكولات التي تضع على الطاولات بشكل بنكي أو سيلف سيرفيس، يعني يكون تبذير كبير. وعلى هذا الأساس اللي يعني ترشيد النفقات حتى تكون كل النفقات مخصصة إلى وسائل الإنتاج لزوسيد الترافال. وهنا هنا بيت القصيد، أننا نصرف يعني أي سنتيم في محله، وحتى نتفادى المصاريف التي كانت تذهب هنا وهناك بدون ما تكون لها انعكاسات إيجابية على لا على المستوى المعيشي للمواطن والعامل أو على مستوى خزينة الدولة بالنسبة لاقتصاد الوطن. والقروض الاستهلاكية لا تؤثر؟ لا بالعكس. كيف؟ عندي منتوج، مؤسسة تنتج منتوج، أنا بحاجة إلى منتوج مثلا ضروري كالحليب. الحليب نستهلك حليب جزائري بدل ما نستهلك حليب أجنبي، لأن المنتوجات اللي رانا نشوف فيها الخبز مثلا، التبذير اللي رانا نشوف فيه تاع الخبز يرمى في الشوارع، هذه عملة صعبة مدعم. لو كان حتى الشعب الجزائري أكبر مستهلك للخبز في العالم، يعني ما يستهلك الخبز الثاني وأكثر مبذر للشعب الخبز اللي في العالم. بدوني على كل حال باش ما نمسش عواطفه، حنا كي نشوفوا في العمارة الخبز القناطر المقنطرة من الخبز ترمى، هذه مدعمة بعملة صعبة. لو نقتصد ونستهلك ما يمكن أن نقتصده، حنا كل يوم ما عندناش حتى ثقافة تاع الغذاء. اليوم نشري 5 خبزات، غدوة نشري 3، غدوة نشري 2، نشري 4، ما عندناش برنامج مدقق. ونكون قد فضلنا أو يعني قللنا نوعا ما من هذه العملة الصعبة اللي راهي تدعم هذه فاتورة الاستهلاك. يعني يجب على المواطن تعود عنده ثقافة استهلاك، ثقافة ترشيد. نعم، وعلى هذا الأساس اللي قلت باللي كلنا متضامنين، مش غير الحكومة ولا الدولة ولا الاتحاد العام ولا النقابات، وكل الأطراف، كل فئات الشعب الجزائري مساهمة موحدة متضامنة في الحفاظ على إمكانياتنا، على اقتصادنا، على أموالنا، على سيادتنا. نعود سيد قطيشي اليوم المؤتمر 12 لاتحاد العمال الجزائريين، سينعقد بمشاركة حوالي 800 مندوب يمثلون هيكل الاتحاد العمال الجزائريين المنتشر عبر الخط الوطني. ما برنامج هذا المؤتمر اليوم، وما هي أهم ربما المسجدات التي سيطلع بها الطبقة الشبيبة لأن كل الناس تترقب؟ هو شوف في المؤتمر هذه من سنة الله في خلقه، يعني من 5 سنوات كل عهد انتخابية إلا يتم مؤتمر لتقييم ما تم الإنجاز للوقوف على مواطن القوة لتدعيمها وتعميمها ولمواصلة النشاط بها ولصرف كل مواطن الضعف والإخلالات وكذا. ما هي مواطن ضعف الإخلالات؟ ما سجلتم خلال السنوات 5 الأخيرة؟ احنا ما على كل حال لا مشكل معنا، مش معنا بلي نتهرب ولا احنا مثلا في المعاملات في التسيير ربما في كيفيه معالجات القضايا. نعطيك مثال فقط، الاتحاد العام للعمال الجزائري احنا ما عمرنا مشينا في الاحتجاجات في الاضرابات في هذا، لان علاش كل ما ندير مثلا يوم اضراب ولا احتجاج الا وهو مصاريف زياده بدون منتوج، هذه مثلا خلل من الاخلاص اللي سجلناها. ولكن الإضراب هو نوع من أنواع المطالبة بالحقوق، يعني هو آخر وسيلة. لا، آخر وسيلة بعد ما نمر على الشكليات، على بعد ما نمسيبش حوار، لأن الدولة ما تحاور معنا مستعدة، وخاصة عقدنا مضينا على عقد اقتصادي واجتماعي للنمو خصيصا لتفادي مثل هذه الحوار. معروف السيد الوزير الأول بعث بتعليم بعد بأمر من فخامة رئيس الجمهورية لكل المؤسسات والسلطات على أساس أنها تعطي الأولوية للحوار والتشاور. لهذا هو اللي كان سلم عدالة وتضامن. سلم عدالة تضامن، وهذا هو بيت القصيد. مثلا من بين الأمور الإيجابية ومواطن القوة، وهو وحدتنا، دفاع عن مصالحنا، الحفاظ على استقرارنا، الحفاظ على أمننا، الحفاظ على سيادتنا الوطنية. احنا نشوف المستوى الجهوي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الديني، الشيء اللي راه يجرى كوارث. بالفعل. وحنا كنا مرينا بمثل هذا، الحمد لله سلكنا منها سالمين،
بفضل مجهوداتنا، بفضل تضامننا، بفضل وحدتنا. والشعب الجزائري معروف في هذا المجال، لما يتعلق الامر بالمصلحه العليا او بالوحده الوطنيه السياده ما فيهاش نقاش. وعلى هذا الاساس اللي على العام المطالب الشخصيه متفائل. فقط نقف عند الشعار مهم جدا، سلم تقصدون به ربما السلم الاجتماعي، السلم الاجتماعي، العداله الاجتماعيه والمساواه بين كل افراد العمال الجزائريين، وتضامن يعني تلاحم الوقوف وجه الازمه، تقصدون بهذا الشعار؟ هذا هو حقيقه، هذا هو السلم، اننا نحافظ على استقرارنا، نحافظ على تشوف واش راه يجري في حدودنا. يعني على كل حال كل يوم نشهد يعني افواج من الافواج من 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 المهربين من الارهابيين، والفضل يرجع الى الجيش الوطني الشعبي اللي نحييه بهذه المناسبه. يعني الفضل يرجع ليه، سائر على وحدتنا، على اقتصادنا، على ممتلكاتنا، كيفاش مواد ندعمها بالعمله الصعبه والناس تهرف فيها. وعلاش نقول الفضل يرجع للجيش وكل اسلاك الامن، يعني جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. اقل شيء بيكون سند للطبقه الشغيله. طبعا حنا كسند لهم، سند قوي، كلما يقومون بما مثل هذه الاعمال لفائده الوطن الا ويجدون الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مناصرتهم والوقوف الى جنبهم و يعني تدعيمهم في مثل هذه القرارات. لان هذا كل التوفيق كل التوفيق لكل من يستمع لنا عبر الحدود ومن هم في هذه المهمة النبيلة بالفعل حراسة الحدود. فقط أريد أن أؤكد على نقطة قبل انتهاء الوقت، سيتم مصادقة اليوم على أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد البر عددهم 187 عضو، على أي أساس تم اختيار هؤلاء الأعضاء؟ وهل صحيح أنه فيه من يعارض نوعا ما هذا المؤتمر أو هذه الانتخابات؟ نريد توضيحا. لا، اتحاد العام للعمال الجزائريين على بالك مدرسة قوية. الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمره عبر المراحل اللي مر بها الاتحاد العام منذ النشأة تاعو إلا وكان دائما وأبدا في الحوار والتشاور في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال. كي تجي مؤتمرات، أولا المؤتمرين تم اختيارهم بناء على عدد المخارطين لكل ولاية من الولايات حتى نرفع كل التباس. واليوم أول جلسة اللي تعقد وهي جلسة إثبات العضوية، حتى تتأكد لجنة منبثقة من المؤتمر يصدق عليها المؤتمر إثبات العضوية، وتتأكد من صحة المندوبين أنهم جاءوا عن طريق الانتخاب بمحاضر من الاتحادات المعنية. وعلى هذا الأساس يكون المؤتمر شرعي ودقيق. فيما يخص السنوات المقبلة، سيتم تحديد ضوابط العمل المستقبلي للاتحاد العام للعمال في إطار كذلك من السلم والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. شكرا لك سيد الأمين العثيمي مكلف العلاقات.